صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها ثلاث مواضيع بشكل سريع راح ناخذهم إن شاء الله. موضوعنا الأول تشكيلة المنتخب وقائمة المنتخب اللي تم الإعلان عنها أمس، ومباراتي انطلاقة الجولة التاسعة في دورينا الكويت والسالمية والكويت والقادسية مع الشباب. نرحب بضيوفنا ومحللينا علي مين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه ايضا مدربنا الوطني كابتن راشد الديح، على اليسار مدربنا الوطني كابتن انور يعقوب، وبجانبه ايضا اللاعب الدولي السابق الكابتن فرج لهيب. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه وينرز العالميه، معقمات هايجين ومياه بيرين. اليوم ابتداء من اليوم سيكون اعلاننا بدلا من الترا بيرين، هذه المياه اللي الراقية صراحة، ونهني أخونا فهد البكر والأخوان في شركة وينرز العالمية على أيضا حصولهم على رعاية أو وكالة هذه المياه، ومن المياه الجيدة طبعا، فكل الشكر لهم. اليوم زودونا أيضا بمياه بيرين. شكر بيرين مكتوبين فرا يقول بريد. شكر أيضا للشركة الكويتية لخدمات طيران كاسكو، شكر لأطياب المرشود، شكر لمركز عبد الله تقي للأقمشة، شكر لشركة الأنظمة الأوروبية، شكر لشركة غرب الخليج العقارية، شكر لديرندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيز في الكويت، شكر لنظارات كيفان، وشكر لمعرض أسد الملابس الرياضية. أيضا اليوم سعداء أيضا الأخوان في هايجين طبعا مسوين سلة، نوع من أنواع الهدايا تقدم لي يعني اللي حاب يعني تكون عنده مثل هديه يعني مش على فرج موجود عنده شيء مرتب صراحه شيء طيب. شكرا للاخوان في هايجين، واحد ياخذ اثنتين اي لا واحده، كل واحد له سله يعني واضحه السله فيها طبعا كمامات فيها معقمات. كل شكر الاخوان، شيء مرتب صراحه وراقي وفعلا هدية راقية لكل محلل اليوم يعني الاخوان في هايجين، واخوي فهد البكر ايضا مشكورا اهدى الاخوان. هاي السلة كشخة اي والله حق القرقيعان. مشكورين الاخوان في هايجين، ومو غريبة على الاخوان دائما تكريمهم لنا، وايضا هنيهم بحصولهم على وكالة ايضا كاميرات شفتوها يمكن معانا من خلال الاعلان، ايضا هذا اعلان جديد وكاميرات جديده ايضا حصل على وكالتها اخوي فهد البكر واخوي بدر البكر في شركه وينرز العالميه. ودائما ما شاء الله يعني الافكار متجدده عند الاخوان في شركه وينرز العالميه. ايضا اليوم تشرفنا بايضا زياره اخونا فهد الكندري من العلاقات العامه في الشركه الكويتيه لخدمات الطيران كاسكو، وايضا يعني دائما الاخوان ايضا محلهم جورميه اللي في صباح السالم بجانب مجمع سعد العبد الله لكره اليد او الصالات المغلقه، دائما ايضا يتزامن مع المناسبات. في اي مناسبه تجدهم الاخوان في كاسكو، تعرفون مطبخ كاسكو ما يحتاج يعني اللي يطير على الكويتيه يعرف نوعيه الاكل ونوعيه الماده اللي تقدم من كاسكو لركاب الكويتيه. الكيكه هذه كيكتين نوعين طبعا انتاج جديد من الاخوان في جورميه بمناسبه عيد الام، صراحه شيء مرتب شيء يليق ايضا بهذه المناسبه الجميله. الله يخلي امهات جميع مشاهدينا ان شاء الله. موجوده في محلهم في صباح السالم ايضا، حتى المحل راقي في انواع، طبعا كل نوع يعتمد على ايضا يعني نكهه معينه، كاكاو فانيلا يعني نكهات مختلفة. فبإمكانكم زيارة الإخوان أيضا في جورميه، وأيضا خلال الفاصل الإعلاني راح تشوفون أيضا رقم، حتى يمكن اللوجو يكون موجود، تشوفون أيضا عندهم واتساب لمن يحب يتواصل معاهم ويطلب من الإخوان في جورميه. مشكورين، مشكور أخوي خالد المطيري أيضا، وهذه فرصة أن نعزيك بوفاة خالتك ووفاة بنت خالتك أيضا، فنسأل الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناتك. طبعا أخونا خالد المطيري رئيس مجلس إدارة في الشركه الكويتيه لخدمات طيران كاسكو، عظم الله اجرك يا اخوي بعد العزيز. وشوي بعد في بسم الله الرحمن الرحيم بالعزيز لاعبنا السابق اسماعيل حسن، نعم فات والدته
ولاعب نادي العربي علي محراب. اي على وفات لاعبنا السابق علي محراب، كان لاعب منتخب شباب معانا في البرازيل ولاعب العربي، لعب ويانا توفى، لعب ويانا الفريق الاول، موجه في وزاره التربيه. الله يرحمهم جميعا. بنبدا موضوعنا الاول ب قائمة المنتخب اللي تم الإعلان عنها في قبل يعني تقريبا ساعات من الآن، وإن شاء الله راح نناقشها مع إخواننا ومحللينا قبل لا ندخل في المباريات. كم لاعب مختارين؟ مختار 26 لاعب، نشوفهم مع السادة المشاهدين. إذا الصورة عندك نذكرهم بشكل سريع قبل لا ندخل في التحليل الخاص لهذه التشكيلة والقائمة. سعود الجناعي كحارس مرمى من نادي التضامن، فيصل عجب الساحل، ناصر فالح الساحل، حمد القلاف السالمية، فواز العتيبي السالمية، مبارك فنيني السالمية، مهدي دشتي السالمية، عبد المحسن التركماني الشباب، أحمد إبراهيم العربي، بندر السلامة وبندر المطيري العربي، حسين علي حسين أشكناني العربي، سيمان عبد الغفور حارس مرمى العربي، أحمد الظفير القادسية، بدر المطوع القادسية، خالد الرشيدي حارس مرمى أيضا قادسية، عيد الرشيد القادسية، حسين كنكوني حارس مرمى كاظمه، شبيب الخالدي كاظمه، محمد العازمي كاظمه، احمد زنكي الكويت، سامي الصانع الكويت، عبد العزيز ناجي الكويت، فهد الرشيدي او فهد حمود الكويت، فهد الهاجري الكويت، يوسف ناصر الكويت، ومعاذ الظفيري النصر. راح ناخذ راي الاخوان بالقائمه، لكن عندنا تصريح من الشيخ فهد طلال فهد نائب رئيس نادي القادسيه حول القائمه، وبعدها راح ناخذ راي الاخوان سواء بتصريح الشيخ فهد أو برأي الإخوان بالقائمة اللي تم اختيار. شيخ أنت قليل في ظهورك الإعلامي، فبستغل الفرصة بسألك إعلان قائمة الأزرق قبل الجولة، يعني ما كان الأفضل أن ينطرون؟ أنا والله هذا يعني ممكن خلاف هذا السبب الرئيسي اللي طلعت وياك. مو قليل في الظهور الإعلامي، إنما أنا وجهة نظري إن الإعلام الرياضي مقصر. اليوم أنا إذا بتكلم مع برنامج ولا بتكلم مع مذيع أو أتكلم مع شخص خليك تتكلم، خليك يقول اليوم صار شيء غريب أمانة. اليوم تلفزيون الكويت ما خلوا الأخ فيصل نيروز يكمل تصريحه، قاطعوه في تصريحه، هذا أمر غريب. قال له والله أنت ما بديت تتكلم على الأندية وعلى الاتحاد، هذا امر غريب. انا بلغت الربع اذا كذي ما طلع تلفزيون الكويت، هذا تلفزيون الكويت الرسمي، ما هو ملك لشخص. وانا من هذا البرنامج انا اوجه رساله للاخ العزيز معالي وزير الاعلام وزير الشباب، اللي انا ادري انه رجل مصلح ويبي يصلح في الرياضه قدر المستطاع، اسال الله ان يعينه لان الشق عود في الرياضه، لكن امر هذا ما تعودناه في الكويت. حقنا ان نتكلم وحقنا نقول النبي، ولا احد له شيء علينا. شيخ نشوف احنا اليوم بعض نجوم نادي القادسيه المميزين في الفتره الاخيره، خاصه يعني خلينا نقول خالد ابراهيم، سيف الحشان، عدم اختيارهم للازرق، راضين عنه؟ لا، هو المشكله مو عدم اختيارهم، المشكله تم اختيارهم بعدين تصفيتهم. شوف في نقطه لازم نتفق عليها، احنا كلنا وانديه وشعب فدا، يعني فدا منتخب وفدا الدوله، ولا في احد يزايد علينا في هذا الامر. والاتحاد رغم مشاكله ورغم سوءه، لكن بالنسبه لنا هذا منتخب الكويت وليس منتخب احمد اليوسف ولا منتخب مرزوق الغانم، ولا هذا منتخب الكويت. فشرف كبير لاي لاعب يمثل المنتخب. لو المنتخب محتاجني انا العب راح اروح العب. واحنا نؤمن بقرارات المدرب ويعني حقه. لكن شنو قصد الاتحاد يدز لي الكتاب قبل المباراه بساعتين؟ شنو الفكره منها؟ شنو تبي توصل رساله للاعب وانت تدري انه بهالوقت اللاعب للحين تليفونه معاه وللحين يدري شنو قاعد يصير؟ باجع المباراه ساعتين ونص دز لي كتاب وينتشر في تويتر بهالطريقه، شنو القصد؟ اتمنى انه يطلع احد في الاعلام من الاتحاد يبين شنو القصد من ذلك. اما اختيار اللاعبين من عدمه هذا قرار في النهايه راي مدرب، اذا كان فعلا راي مدرب في النهايه القرار له، يبي سلطان ما يبي سلطان، يبي سيف ما يبي سيف. اعتقد اليوم سيف وسلطان وخالد يعني كانت احسن رساله، وفضل سبحانه وتعالى ثم الجهاز الفني والجهاز الاداري اللي قاموا بوجهه نظري بعمل كبير. طبعا كباتن الفريق بدر وفهد وصالح اللي قدروا يلمون الموضوع يطلع الفريق بهذا الشكل. شيخ سلطان وسيف وخالد يدفعون فاتوره عداء نادي القادسيه للاتحاد او العداء المتبادل؟ لا، انا ما راح اقول عداء نادي القادسيه للاتحاد، انا اقول القادسيه احنا ما احنا خصم لحد.
احنا فضل الله سبحانه وتعالى، انا قلتها في اكثر مكان واقولها، في نادي القادسيه ما عندنا يعني ما عندنا مخالفات ماليه فضل الله سبحانه وتعالى، ما عندنا اخطاء ممكن احد يعني يحل مجلس اداره او محضر مو صحيح ولا فضل الله سبحانه وتعالى، فبالتالي صوتنا عالي ونتكلم، لان اللي جايبه نظيف ما يخاف من شيء، لا يخاف من هيئه ولا يخاف من اتحاد. انا اتكلم عن نفسي، ما لي شغل بالباقي، فلذلك صوتنا عالي، صوتنا عالي في الحق فضل الله سبحانه وتعالى. اللي ما يتحمل وما يتحمل النقد يقعد ببيته. انت اليوم تشوف جمهور نادي القادسيه اللي نقده على عيني وعلى راسي، ما خلى شيء في مجلس الاداره وما خلى شيء في الجهاز الاداري ولا في الجهاز الفني، وخاصه الجهاز الفني، ولا احنا نشوفهم يدشون مكاتبنا ويدشون يتكلم ويدش عندنا. احنا هناك الوضع اللي قاعد يصير مو متعودين عليه في الكويت، مو معقوله اللاعب تبي تحمله اخطاء غيره او مو اخطاء، خلينا نقول مواقف غيره في هذا منتخب الكويت. الحكم للجمهور الرياضي، هل سلطان يستحق منتخب؟ هل خالد يستحق منتخب؟ هل سيف يستحق المنتخب؟ وهل اللي تم اختيارهم اللي انا ادعمهم من الان مو تم اختيارهم؟ انا اقول عسى الله يوفقهم، عسى الله يوفقهم ينصرهم في المباريات الجايه واهم المباريات تصفيات كاس العالم باذن الله، احنا وياهم. لكن في لاعبين ما قاعد يلعبون، وخالد قاعد يلعب بشكل منتظم. قد يكون وجهه نظر المدرب ان اللي مو قاعد يلعب احسن من خالد، بس معقوله اللي مو قاعد يلعب احسن من خالد ابراهيم اساسي بنادي القادسيه؟ معقوله؟ شكرا للشيخ فهد. انا التعليق بسيط بس بعدين بترك المجال للاخوان. التعليق يخص الجانب الاعلامي، طبعا مو دفاعا عن اخوي مشعل جوهر كزميل وصديق وكاخوان زملاء لنا في القناه الثالثه، لكن هذا يعني انا اقول بناخذ حسن النيه دائما عند الاخوان، والمجال لهم للرد اذا حابين يردون الاخوان، سواء اخوي مشعل جوهر او الاخوان في القناه الثالثه وفي تلفزيون الكويت، المجال لهم مفتوح للرد على الشيخ فهد من خلال برنامجنا، لكن هذه ارقام تلفوناتنا موجوده. لكن اتمنى يعني يمكن اخونا مشعل قالوا له الوقت خلص، نبي نرجع الاستديو ما في وقت، في برامج مثلا ثانيه، ممكن يعني خل ناخذ حس النيه دائما يا ابو ضاري، ونلتمس العذر لاخونا مشعل جوهر. وان كان انا شفت الفيديو صراحه، وان كانت يعني مقاطعته وهو قاعد يسترسل ما كانت مقبوله من اخونا مشعل، لكن بالنهايه التمس العذر يا ابو ضاري، يعني يمكن ارجع واكرر، يمكن احد اشر له قال له خلص، ممكن صدفت انه لما قالوا له خلص كانت في سياق حديثه عن المنتخب، يعني في امور تصير ترى معانا احنا كعاملين في المجال التقديم، تصير في امور يمكن ما يدري عنها المشاهد، فاتمنى تلتمس العذر. واحنا مثل ما تفضلت كلنا ثقه ان الامر والعهد الجديد تغير في وزارة الإعلام بوجود أخونا العزيز عبد الرحمن المطير، وإحنا هذا الأمر متأكدين منه شيخ فهد، وكلنا ثقة في أخوي عبد الرحمن أن هذه الأمور يعني انتهت، أنه والله اللي يبي يتكلم عن نادي أو عن اتحاد أو عن شخص كانتقاد ما يسمح له، هذا الأمر إن شاء الله يكون انتهى بوجود أخونا عبد الرحمن المطير ووجود أخوي تركي المطير أيضا. أدري أنه هم هو ما يسمح لمثل هذه الأمور لو كانت فعلا صارت. خل اروح حق ما يتعلق في قائمه الازرق. ابو علي ايش رايك بالقائمه؟ وهل في لاعبين انظلموا مثل ما يعني يرى الشيخ فهد ان بعض اللاعبين المفترض انه يكونون موجودين؟ هو شوف طبعا الشيخ فهد مع احترامنا ونحترم وجهه نظره، هو له راي واحنا له راي، واحنا الحين كلنا شوف احنا الاربعه اللي قاعدين الحين يمكن لو نقول تعال حط 25 26 لاعب يمكن نختلف على ثلاثه اربع لاعبين، نختلف راح نختلف، ما راح ان نختار نفس 26، راح يمكن انا وفرد نتفق على يمكن 20 اسم على سته ما نختلف، هو عندنا راي ويمكن مع ابو سالم نفس الشيء، مع ابو احمد نفس الشيء، راح نختلف، هذا الاختلاف موجود. ومثل ما قال الشيخ فهد ان الراي الاخير للمدرب على اختياره، وهو يتحمل مسؤوليه مو بس انا اخليه يختار بدون لا تحمل عن الراي له، لما تحمل المسؤوليه، هذا راي، هذا شغل الاتحاد
نحمل المسؤولية بعد التصفيات، وإن شاء الله يتوفقون. أنا طبعا مثل ما قال شيخ فهد، لكن أنا يمكن عندي مثل أنا مثل من الأسماء اللي قالها مثل شيخ فهد، أنا سيف الحشان كنت أتمنى أن يكون ضمن 26، يعني من الأسماء اللي توقعها. في بعض اللاعبين كنت أتمنى يكونون مع 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 المنتخب، يعني مع القائمة، مع 26. إيه لاعبه ما يلاعبه هذا رأي المدرب، يحطه احتياطي، يحطه بديل، يستفيد منه بنص ساعة مثل سيف الحشان، يمكن ما تقدر تستفيد منه جيم كامل ساعة ونص، لكن تقدر تستفيد منه كبديل احتياط. والشغلة الثانية يعني في امور لازم 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 فيها في تحمل المسؤوليه، يعني ما يصير انك تخلي، انا ما اقول تدخل بشغل المدرب ولا 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 هذا، لكن المناقشه، القعده وياه، الامور هذه مهمه، خاصه انت بتمثل المنتخب وعندك استحقاقات كبيره وعندك امور كثيره، فلازم تكون مناقشه والراي الاول والاخير لا مع تحمل المسؤوليه. وسالم بوضاري كان عنده عتب في التوقيت، انه قبل المباريات والامر، يعني ترى مو بس على لاعبين القادسيه عشان نكون منصفين، نعم القائمه تم الاعلان عنها قبل مباراه السالميه، قبل مباراه الكويت، قبل مباراه الشباب، فهذه اربع فرق يعني عرفوا لاعبينهم بالقائمه او بالاسماء قبل بس حتى اللي بيلعبون باكر. قبل لا تحكي ابو سالم صدق هاي شيء ايجابي احسن عبالنا سلبي، هذا حق والله شيء ايجابي، يعطيه دافع يقول له تعال اذا انا مو زين والله انا تبو زين تعال انا اوريك انا مو زين ولا اذا لاعب ذكي والله يقول له تعال انا اوريك ايجابي عزيز لا قالها ابو فارس اي قالها هو قالها قال باب مفتوح يعني بامكانهم شلون باب مفتوح هذا كلامه قال يعني بيشيل لاعب ويحط لاعب اي قال قال لا قال رد عليهم قال هو انا اعلن اسماء الحين لا لا وباكر اقول الحين تعمد تقول سيف رد عليه رد عليه سيف رد عليه يبي يشيل مثلا بيشيل بندر السلامه وبعد سيف لا لا ما راح يصير عادي بس هو شاف قال هو قال الحين تو شيخ فهد قال اي رد عليه لا لا قال لا خوش كلام قال خوش كلام بالاخير قال 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 ايش قال؟ قال ردوا عليه اي رد عليه وبعدين شو استفدنا؟ هذا اقول لك انا اعتقد انت شنو رايك؟ انا شوف انا اذكر يوم كنا لاعبين وقتنا ترى هذه كأنك نتائج آخر السنة إذا طلعت لسامي والله كأنك ناجح ولا صادق صحيح بالفعل ترى تأثر وتأثيرها كبير أنا أتفق مع الشيخ فهد تأثير كبير جدا جدا على اللاعب على نفسية اللاعب في لاعب يعني تضايق وما يؤدي داخل الملعب أنا ما أتكلم عن اللاعب القادسية أنا أتكلم عن اللاعبين كلهم أن اختارهم اختاره وخلاص لا قبل ساعتين صح طرش الاسامي قبل الجوله ككل اي نعم يعني هذا قبل ساعتين يعني قبل الجوله كلها اي نعم فشيء هذا الشيء انا اعتقد ما كان ايجابي بالعكس هذا كان شيء سلبي خل اللاعبين يلعبون يا يعني انك ولا انك تحط الاسامي قبلها بيومين ثلاثه ولا بعد الجوله يمكن بعد الجوله صعبه تكون لان فيها مسحات وفيها امور اداريه كثيره لكن انا اعتقد ان الوقت ما هو مناسب بالمره حتى لما يتكلم ابو علي يقول ردوا عليه هذا اللاعب كل لاعب وده يشد حيله ويحط على نفسه على اساس يوصل هذا امل حق كل لاعب حلم لا عدل الوقت تلعب بالمنتخب عندك تعليق على الاسماء سالم شلون عندك تعليق على الاسماء والله شوف الاسامي لما تبي تحاسب مدرب يجب انك تعطيه الصلاحيه الكامله الان هو اختار عليه انه يحط افكاره قناعاته اليوم لما تشوف لاعب مو موجود من اللاعبين اللي انا مقتنع فيهم او فرج او ابو احمد او ابو علي هني يبين فكر المدرب عطوا المدرب حريه تامه والله عطوا الحريه انت ايش رايك بالاسماء قاعد اقول لك لا ما انا ما اقدر احكم على فكر مدرب قبل لا يلعب خله يلعب ويؤدي اسامي اللاعبين في لاعبين هي قناعات انت ايش رايك انت قد تكون 70% اوكي انت قبل لا تروح حق الاخوان خل اقول لك شغله صدقني في بعض اللاعبين انا ما بدون ما اذكر اسامي من اللاعبين انا قايل هالكلام وارد اقوله مره ثانيه من لاعبين انديه مو لاعبين منتخب في بعض البعض اللاعبين قصدك موجودين الحين موجودين انا بعرف من طلع الاسماء اكيد اللجنه الفنيه عندهم الاسماء نعم هذا العمل الاداري لما نقول هذا العمل الاداري مع الاسف يعني انتم كلجنه فنيه تطلع الاسماء هذه قبل مباراه بساعتين بالجوله على كل الانديه
يعني كذا نادي راح ينظرون في لاعبين. يعني انا اقول لك مثل اللاعبين القادسيه سيف خالد سلطان الكويت عنده فيصل زايد، هذا اللاعبين مميزين. انت لما تنزل قبلها بساعتين حطمت اللاعب، حتى اللاعب نفسيا يعني ما يعطي. فما ادري شنو ببالهم. يعني انا بعرف منو هذا اللي حتى ما طلع رسمي ترى، ها يعني ما دز حق الانديه اعتقد. لا دازين كتاب رسمي دازين حق الانديه قبل ساعتين من المباراه دازين لنا كتاب. ذمتك هذا فكر هذا يعملون فيه؟ هذا فكر يا لجنه فنيه؟ انا خاطب اللجنه الفنيه وهم عندهم الاسماء كذي الاختيار. بعد ما تخلص جوله اختار حتى اللاعب يعطي. نعم. وبعدين لا في نقطه على المدرب. انا انت ما عندك قلب دفاع بالكويت زين. خالد محمد ابراهيم الحين من نهايه دور التصنيف للحين من افضل لاعبين قلب دفاع، هو سيف الحشان لاعب مميز. يعني سيف الحشان المفروض يعني تاخذه حتى لو تلعب بنص ساعه تستفيد منه كفكر. بس خالد محمد ابراهيم المفروض يكون اساسي بالمنتخب، لان الجولات الاخيره من افضل لاعبين. احنا ما عندنا قلب دفاع بالكويت وسعود، فهو لاعب مميز. ان بغيته فوق تحت يبدي هجمه الكرات الثابته. يعني شلون ما اخذ هذا المدرب؟ انا بعرف وبدال منه اخذه. مشكله اسماء ترى محصوره. يعني انت لما تقول لي ياخذ فلان لازم تشيل فلان. انا كانور يعقوب. اذا كلامكم كل واحد يقول ضيف على كلام قائمه 40 واحد. لا على كلام ابو احمد خالد ترى محمد قاعد يطور نفسه. إيه؟ قاعد شوي قاعد يتقدم. قاعد يصير قاعد يتقدم قاعد يصير مقتنع بكلام. بس يشيل منه بسعود. لا بسعود لا كيف هو يختار المدرب ابو احمد؟ بس احنا فنيه مسالم ونعرف للنظر باللاعب. افضل قلب دفاع الحين في الجولات الاخيره خالد محمد ابراهيم. بس طيب. في لحظه بس علشان اقول لك شغله للعلم. خالد محمد ابراهيم متى نزل مستوى تدري متى؟ قبل موسمين او ثلاثه لما القادسيه للاسف الاداره السابقه الاداره السابقه يوم لعب جيمس مع صومايله محترفين اثنين وكلهم يعني مقبولين مميزين. لاعب ذا مايل يعني انا ما اتكلم عن جيمس هالسنه اول ما يانا يمكن مع صوماليا شاله وايد رفعه فوق زين. ما كان النادي حتى نظره الاداره للفريق ما كانت جيده. خالد محمد ابراهيم عندك موجود احط اجيب اثنين محترفين وهذا لاعب منتخب وسالم طيب. من شال المدرب الان هذا اثر عليه لما قعد مده طويله. انا اعتقد الحين بالوقت الحالي خالد من افضل المدافعين الموجودين ويستحق ان احد شايل المدافع الغاتسي اللي هو خالد محمد ابراهيم. تفضل. اول شيء كل التوفيق حق اللاعبين اللي تم اختيارهم المنتخب والله يوفقهم ان شاء الله. يمكن بالنهايه نفس ما قال بسالم هي قناعات مدرب. ممكن مدرب راح اكثر من مباراه نقل اللاعبين اللي راح يفيدونه في هذه المرحله. هذه نقطه. النقطه الثانيه من حق الشيخ ايضا الشيخ فهد انه يطالب لاعبينه. ناس ما صار فتره من فترات تم استدعاء لاعبين منتخب. فيصل عدواني صبح له بالخير ايضا طالب في لاعبين نادي النصر اكثر من لاعب انه يضم منتخب. هذا حق الاداري لكن بنايه قناعات. هو اختار المدرب اللاعبين. احنا علينا او احنا كمدرب هو يتحمل مسؤوليه. احنا هنا نحاسبه اللاعبين اللي تم اختيارهم. احنا نحاسبه. هذه نقطه. في لاعبين نعم احنا ما نقول ان منظر لا سيف اللاعبين نعم اللي قاعد يقدم صحيح. يمكن اول موسم ما كان جيد بسبب انه مو قاعد يشارك باستمرار لكن لاعب كخبرته انه يتم بالمنتخب. هذا الفارسي ايضا نادي الشباب. احنا ما عندنا باكات فنحتاج باكات. الموجودين سامي الصانع ومهدي القلاف اعتقد نادي الساميه حمد ايه نحتاج ايضا باكات. هذه اللاعبين اللي نحتاجهم. لكن بشكل عام والناس ما قلت لك بسعود نساء حمد القلاف عفوا الناس ما قلت لك الكابتن فهد عوض حمد غلم بو فارس قال الباب مفتوح. لكن احنا مو مع الاختيار لان ليش بسعود دائما الناس ما قال بسام دائما المنتخب يعني الفتره حتى اللي انضمينا فيها دائما يكون في نهايه الموسم يكون لك مكافأة انك انت تقدم مستوى زين يتم اختيارك منتخب. لكن تم نقل لاعبين منتخب الحين في لاعبين الحين يقول انا خلاص ليش انه طموحه انه يوصل منتخب ما راح يقدم خلاص انت اخترت المجموعه اللي انت تحتاجها. نعم. فانا ضد الاسامي نزلت بهذا الوقت. ايوه انا متفق وياهم ترى ان الوقت مو مناسب. بس اقول زين ردوا هم عليه يعني بهذا بس كوقت صح فعلا الوقت مو مناسب. اصبر
اصبر على الخلطة على الغلطة ما في ما في مجال للمسحات والامور هذه على الاقل يوم ثاني بس يوم واحد شو ترى تو القسم الاول ايش المشكله عندنا ما كان بالقسم الثاني ونص القسم الثاني تختار من اللاعبين لا لا مشكله ابو سعود عندنا الحين طلال الفاضل وعندنا رضا هاني مصابين منو راح يلعب ارتكاز تيب سلطان العنزي هو لاعب ارتكاز مع هذين لان هذين الاثنين مصابين طلال ورضا هاني المفروض سلطان يكون موجود مع المنتخب هو لاعب ارتكاز وبارز الولد يعني لازم المدرب يكون عنده هم تكون عنده نظرة مثل هذا تعور فيه بديل جاهز يكون طيب والله يا ابو احمد مع اقتناعي الكامل ان سلطان يفيد المنتخب لكن انا اقول عطوا الرجل فرصه لا 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 مسعود فتره الفترات خلي يحط شكل سريع شوف ترى هي مباراه واحده شباب ما ابي اطول انا شكل سريع اتكلم عن شكل سريع هي ابو سعود ترى هي بنهايه القناعات يعني الكابتن احمد موسى فتره فترات ترى كان مكسر الدنيا بس ما تم استدعاء ما شاء الله وطالبوا في الجمهور ولا تم استدعاء ومشى المنتخب فالنهايه هي يعني قناعات مدرب ويتحاسب بعدين طبعا طبعا احنا نقول راينا صحيح انا قبل اروح الفاصل بس في كتاب الاخوان من نادي كاظم وحتى ايضا نادي القادسيه في كتابين ايضا ارسلوهم للاتحاد بخصوص اللاعبين المحترفين بمنعهم من الالتحاق بمنتخباتهم يمكن الكتاب اذا واضح مع الاخوان يتعلق في كتاب او في اللاعب احمد التربي اللاعب الليبي بان نادي كاظم يعتذر ايضا نادي القادسيه يعني حتى العربي بعد ما والعربي العربي حتى العربي يعني صرح هذا الامر طبعا هو صحيح انه صادر قرار حسب ما عرفت من الفيفا انه يسمح للانديه بمنع لاعبينها من المشاركه لكن يعني في منتخبات تلعب تصفيات كاس العالم يعني خاصه قاره افريقيا فهذا الامر انا ما ادري شلون راح ينحل لانه حسب اللي سمعته انه بتدخل ايضا اوروبا عندهم تصفيات اوروبا كاس العالم ففي اتصالات راح تتم مع السيد جاني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ايضا هي مناشده للاخ صلاح الجناعي ابو عيسى حسب ما وصل لي ان الاخوان في او الاصدقاء في الاتحاد الالباني قاعد يحاولون الاتصال فيك لحل هذا الموضوع اللي يتعلق في موضوع تراشي لاعب القادسيه انه بيحاولون يحلون الموضوع معاك فالاخوان او الاصدقاء حسب ما وصلوا لي بعض الزملاء ان انت ما قاعد ترد عليهم فاتمنى ترد يا ابو عيسى وتوضح لهم الامر يعني ما في اي شيء ترى يا جماعه قرار الكويت هذا قرار حكومي من قرار سياسي من القياده السياسيه ان اللاعبين اللي يروحون في حجر صحي واحنا ما نقدر نستثنيهم مثلا يعني خلهم حطهم في الصوره لكن يتصلون فيك يعني اللي سمعته ان حتى يعني شخص رسمي من الاتحاد الالباني قاعد يتصل فيك يا ابو عيسى فاتمنى ترد عليهم وتوضح لهم الموضوع يعني مو شيء يعني صعب ولا شيء يعني هذا اللي حسب اللي وصل لي اتمنى تاكد لي وتنفيذ لي الخبر ان هل فعلا قاعد يتصلون فيك او لا انا حسب ما وصل لي من البانيا ان الاصدقاء قاعد يتواصلون فيك او يتواصلون معك لكن للاسف ما قاعد ترد عليهم يا ابو عيسى اروح لفاصل وبعدها ساعه صباحكم الله بالخير خلينا ننتقل لانطلاقة الجولة التاسعة بمبارتين نبدأها مباراة السالمية والكويت مع تقرير زميلنا فهد الصلار استاد ثامر بنادي السالمية استضاف مواجهة نارية بين السالمية والكويت ضمن الجولة التاسعة من دوري STC الممتاز في مباراة لا تقبل قسمة على اثنين أما الفوز للكويت والاقتراب من الصدارة أو الابتعاد عن المركز الأول السماوي يبحث عن الفوز والوصول إلى النقطة 15 في ترتيب الدوري الممتاز البداية كانت مع أصحاب الأرض من لعبة سلماوية جميلة كاد فواز العتيبي أن يفتتح التسجيل للسماوي بتسديدة جميلة أبعدها حميد القلاب ببراعة رد الكويت كان عن طريق يوسف ناصر برأسية علت مرمى أحمد عادي السالمية استلم زمام الأمور في شوط المباراة الأول لكن من دون خطورة تذكر أحمد العكاشي سنحت له فرصة لتسجيل الهدف الأول لكن أضاع الكرة بغرابة فيصل زايد حاول من هذه التسديدة أبعدها أحمد عادي إلى ضربة ركنية
لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. السالمية دخل ضاغطا في الشوط الثاني من فرصة فابيانو التي اعتلت المرمى. الضغط تواصل من السماوي، وهنا فهد حمود ينقذ مرمى من كرة حسين الموسوي. يوسف ناصر يسدد كرة جميلة، لكن أحمد عادي بالمكان المناسب. مبارك الفنيني أضاع انفراد صريح بعد تألق من الحارس حميد القلاف. مرة أخرى حميد ينقذ مرمى من هدف محقق من انفراد مارتينيز. الخبر السار أتى للكويتاوية، عرضية جمعة سعيد وصلت إلى البديل ضاح الشمري الذي خطف هدف قاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليعلن بعدها الحكم أحمد العلي صافرة نهاية المباراة بفوز كويتاوي بهدف نظيف. فريقنا اليوم قدم مباراة كبيرة مثل ما قلت، ما توفقنا، ضيعنا يمكن فرصتين أو ثلاث. مباراة كان يعني مكتوبة حق الكويت، ضيع فرصة فنينيو وأنتونيو، كان ممكن تصير نتيجة 2-3، لكن قدر الله ما شاء فعل. مبروك نادي الكويت وهارديك فريق، إن شاء الله نعوضها الجايات. الحمد لله لك يا رب، الله وفقني بقول آخر الدقائق بفضل اللاعبين واجتهادهم، صلتني الكورة لولاهم ما قولت أنا آخر الدقائق. وبس أشكر الفوز، أهدي الفوز هذا حق سيد الرئيس مرزوق الآن. كابتن الضاحي، كنت متوقع تسجل جول في الثواني الأخيرة؟ والله ما حد يعني ما يفكر إنه يقول ويفوز فريق، قولي هذا يعني أتوقع فرح الكل من الجماهير الكويتاوية والستاف كله، والحمد لله لك يا رب إنه وفقني بهذا الجول. الحمد لله يا رب، الحمد لله والشكر لله. صبرنا لآخر مباراة بس سجلنا، كنا زينين مباراة كاملة. نشكر الشباب على الروح اللي قدموها اليوم. الحمد لله عزمنا والله وفقنا وسجلنا في آخر دقيقة، الحمد لله. الكويت يخطف فوز ثمين على السالمية الذي تكبد لخامس خسارة له هذا الموسم في دوري STC الممتاز. الكويت يحقق انتصار ثمين أمام السالمية بهدف للبديل ضاح الشمري في اللحظات الأخيرة من المباراة، ويصل الأبيض إلى النقطة 17 في الدوري الممتاز. فهد الصلال لبرنامج الديربي. طبعاً خلي أبارك لفريق الكويت، مجلس إدارة، جهاز إداري، فني، جماهير، لاعبين، وأقول هارلك للسالمية. أنا يعني ما راح أتكلم عن المباراة فنياً، راح أترك المجال للإخوان، لكن أبي أشيد بالطاقم التحكيمي. صراحة اليوم يعني مباراة باقتدار أدارها الطاقم التحكيمي الثلاثي. أنا ما أعرف المساعدين صراحة، كاتبهم بس نسيت أسمائهم، خلي يعذروني، لكن على راسهم اخوي احمد العلي. على شنو؟ والمساعد على شنو عزيز؟ اول مباراه تدار بهذه الطريقه. شنو على شنو؟ خليك واضح. لا لا، عشان شنو؟ عشان شنو؟ شنو مباراه ما فيها اخطاء؟ شو ما فيها اداره؟ شو ما فيها؟ كل اخطاء. وجهه نظري. لحظه، وجهه نظري. رايكم انت رايك قولها قبل لا احنا نتكلم. يا اخي انا رايي عن الحكام. عزيز انا دائما اليوم شفت هو شنو قصده؟ هذه اول مباراه، اول مباراه تدار بهذه الطريقه. مباراة قمة. خليك منصف يا عزيز. تدار بهذه الطريقة. عزيز خليك منصف. لا حقاني. خليك منصف. عطى الفرق كلها حقها. عطى الفرق كلها حقها. ولا هي. هذا مو حقها. ولا هي. انا اقول لك شنو يقصد. شنو انا اقول لك. انا بعد فاهم شنو يقصد. انه ما عطى طرد حق الكويت طردين لازم. ما في طردين. بلى. ما في طرد. طردين. اخر واحد. ما دام كرت اصفر ثاني. كرت اصفر ثاني. بالدقيقة 89. بس هذا هذا الكرت الاصفر. خليك منصف. هذا رايكم انتم. كذي ما راح احد يسمع يا جماعة. رايكم انتم. ما انت الحين تتكلمون فنيا، انت بتتكلمون فنيا فنيا تحكيميا. لا لا مو فنيا، فنيا تحكيميا. يعني انت احسن منك تحكيميا. انا اصلا لازم يتوقف تحكيميا. افضل يعني عزيز قلت رايي. لا لا تتكلم فنيا وتتكلم. احسن طاقم تحكيمي ادار المباراه. احمد احمد العلي حكم شجاع. احمد العلي حكم شجاع. خلاص خلاص شجاعه الحكم. احمد العلي احمد العلي بعد المباراه لازم يتوقف. لا لا اي نعم يتوقف. اي نعم. كان قلت كان قلت حق كلام حق اللي اخطاوا حق انديتك بس ما تقدر تتكلم. ليش؟ خاو حق عزيز وليد مبروك. خلنا نتفق على شغله. لحظه لحظه رايكم رايكم بس خلنا نتفق. انا رايي اوكي حكم شجاع ادار الاقتدار ومثال مشرف للحكم الكويتي. هذا رايي. لازم يتوقف. قال عنه انه هو غير شجاع. هو هو شجاع مثل ما قلت، بس احنا نتكلم عن شغله. اذا كان الامر انه والله
قبل اسبوعين او شهرين انظلمت هناك لازم فريقي ينظلم، هذا شيء شنو الخطا انا اقول لك لحظه ابو علي شنو الخطا إيه؟ انا اقول لك الكره اللي راح فيها يوسف فوق ولعبها بالهيد فاول ما هو داش بالركبه يا جماعه لا لا ما في شيء لا صدق صدق انت مو صار التحكيم يبا حط التحكيم خلي المباراه حط التحكيم انت قلت بالركبه انت قلت بالركبه بالركبه اي شوف انا اقول لك الركبه ممدوده اي ممدوده واذا طامر بالركبه شوف حطها حكم يطق اللابتين لا ما طق الحكم زين نتكلم عن المباراه شوف لا ما يبون الحكام هاي شوفها ريلة اليمين هذه ركبة ولا مو هذه ركبة ولا مو هذه ريلة ممدودة ريلة شوف ريلة اليمين ناصر بيلعب منتخب شوف ريلة اليمين ما فيها شيء وهذه منطقة الجولتشي حبيبي هذه منطقة الجولتشي تبي الجولتشي يوقف لا مو منطقة تبي يوقف تبي يوقف؟ ما في شيء اسمه ما تطلع لا 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 زين نتكلم عن المباراة لا بناخذ الحالة التحكيمية انت طالب علي طالب اوكي خلي ما يجينا اي تفضل عشان تقول بعد باكر والله ما خلونا نسولف لا عطنا حقنا تفضل اول شيء ابارك حق نادي الكويت جهاز اداري جهاز فني لاعبين وجماهير على الروح اللي شفناها اللعب الجماعي اليوم اللي عجبني بالفريق الروح القتاليه كانت موجوده من اول دقيقه لاخر دقيقه يمكن التعثرات كانت حصل لنا كانت في عدم تركيز نادي الكويت في الدقائق الاخيره عشان شيء قاعد يسجل على هدف وكان ودائما يكون هو متقدم لكن اليوم شفنا الروح الجماعيه ايضا قراءه المدرب كانت جيده في التبديلات نزول عبد الله بريتشي كان مهم عطى توازن حق خط الوسط نزول جمعه ويعني الهدف يا من اللاعبين اللي نزلهم الكره عند ديمبلي لعبها حق عبد الله بريتشي لعبها حق جمعه وضاحي قدر يسجل هدف اعتقد ان الهدف هذا هدف القسم الاول يعني كل التعثرات تعثرنا فيها الهدف هذا اعتقد المهم اللي سجله ضاحي والجماعيه اللي لعب فيها لاعبي نادي الكويت بس نقطه مسعود سريعه انت يمكن دائما اقول عن دائما نقول عنك انت منصف وانت حقاني ف اللي شفته وسمعته منك عزيز لا انت حقاني والمنصف انا اتمنى من الناس او الجماهير اللي ينصفون ودائما يتكلمون عنا احنا ك ك ك ك كلاعب نادي الكويت او عن انور يعقوب او عن بومشاري ان احنا ما نتكلم لا نبي ما يتكلمون الحالات كانت واضحه قدام الكل ما فيها شيء نبي اللي ينصفنا احنا نبي ينصفنا ما انصفنا عزيز حكم انت شجاع ضدنا. لا ما كان حكم شجاع عزيز. ما تكمل شجاع على شجاع وانظر على القرارات لا انا ما شغفي شجاع الحكم ما أحمد حكم العلي. ما تأثر باللي فوق أحمد العلي واللي تحت أحمد العلي ولا الحكم أحمد العلي والنعم شجاع وقراراته صحيحة 100% زين خلينا نقول أحمد العلي والنعم فيه احنا نعرفه شجاع ويمتلك القوة ما نتكلم عن هالشيء احنا نتكلم عن القرارات قرارات صحيحة احنا نتكلم عن القرارات صحيحة ما كانت صحيحة يا عزيز هذا رأيك يا اخي كهني عبارة اللي قد قاعد يقول حق خليك منصف انا رايي ما يصير انا رايي حقك منصف خليك منصف خليك حقك مع الفرق كلها وراح نشوف الانصاف ان شاء الله تتكلم على 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 فريق واحد تنطر خطا علينا احنا خليك منصف على الحالات اللي قاعد تصير ضدنا انا قلت لك حاله واحده الانذار الثاني المفترض يكون في طرد في اخطاء كثيره صارت في المباراه انت انصفت الحكم ما ادري ليش طيب شو تقول ابو علي على المباراه طبعا صراحه سالميه لعب مباراه وكان هو مسيطر يعني على المباراه يمكن الشوطر وقاعد يلعب صح وقاعد يستغل الهجمات المرتده وكله بس في شغله بنادي السالميه انا بتكلم عن نادي السالميه يمكن برا اتكلم عن الكويت بس في شغله بنادي السالميه انه ما في تكمله للهجمه يعني يوصل جول ماكو تكمله للهجمه يعني مو معقول انت تلعب وتوصل وهذا لكن الكره من توصل 18 تنقطع وترد يعني لو بتشوف ما في يمكن في انفرادات صارت في هذا انا اقول وسبب اليوم اللي الثلاث نقط اللي اخذوها الكويت من السالميه اثنين حميد القلاف نعم ورامي هذا قلب الدفاع حميد كان نجم بدوي
الاثنين هم سبب الثلاث نقاط، هم اللي جابوا الثلاث نقاط حق الكويت. حميد القلاب ولكن السالمية بشكل عام هو الافضل والمستحوذ واللي قاعد يلعب على الكرات المرتده والسريعه والصح اللي قاعد يلعب مسكر صح وكل الامور هذه وقاعد يلعب مرتده، لكن ما في نهايه للهجمه، ما في نهايه مو بس للهجمه حتى للجمل التكتيكيه، يعني تلعب وتوصل هذا توصل 18 وترد الكره عليك. بس بشكل سريع انا استغربت من ابو عذبي لان يعني السالميه فريق عنده عناصر وعنده لاعبين جيدين وايضا عنده مهاجم يسجل. نعم. انه قاعد يعتمد على التحول السريع، انت فريق زين وعندك نعم. لاعبين ممتازين وخصوصا فواز عايد، خصوصا مبارك ثنيني. نعم. المسوي كان جيد، بس استغربت انه قاعد يلعب على التحول، يعني لو لاعب نعم. بريحيه نعم اتوقع نعم. انه صح وهذا اقول لك انه صحيح. ولا في تكمله ابو لهيب حق الهجمه يعني حتى الهجمة. طبيعي. طيب يعني ولا احنا كنت حتى انا اتمنى يعني السالميه ان اليوم فوز للمصالح، لكن في امور صارت يعني فليني الصراحة يمكن نجم المباراة مبارك الفليني، لكن ما استغل الاستغلال الصح. طيب بو سعد شوف بو سعود الشوط الأول حقيقة كان السالمية أفضل وما استقل سوء حالة نادي الكويت. الشوط الأول كان السالمية مسيطر سيطرة كاملة. مشكلة نادي الكويت وين؟ مشكلة نادي الكويت لاعبين النص المحاور، يعني اليوم لما تحط فهد الهاجري في نص الملعب كمحور لاعب محور، فهد شنو قوته؟ يوم كان بالدفاع، يوم كان باك، ولا ترى قوة فهد وتميزه بالهجوم. لما تحط لاعب مثل فهد تحطه نص متأخر معناتها أنت تبي دافع. ترى فهد ما هو مميز بالدفاع، أنا ما أقول هو ضعيف دفاعيا لا، لكن مو مميز بالدفاع، وهو مميز كمهاجم. لكن تعال شوف نوعية المهاجمين اللي موجودين بالشوط الأول عند نادي الكويت. يوسف ناصر وكان أمانة كان بالشوط الأول كان مبدع وكان خطر على نادي الكويت على نادي السالمية. أحمد الزنكي يبي كرة نظيفة، أحمد الزنكي يبي كرة نظيفة، تصير الكرة هذه من شنو؟ من 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 جملة تكتيكية من منطقة التحضير. اليوم منطقة التحضير منو فيها؟ فيها سوسوكو وعبد الواحد وفهد الهاجري. صحيح. فهد الهاجري وسيسوكو مو قادرين حتى يمشون اللعب، المسافات بينهم بعيدة، مو قادرين يمشون الكرة. شوف سامي الصانع ترى ما عنده طلعات هجومية، مع أنه سامي عنده قوة بدنية أنه يروح ويرجع ويروح ويرجع. كذلك حتى على حسين بالشوط الأول. صحيح. كانت تباعد الخطوط خلق فرصة للسالمية، لكن السالمية ما استقلها وحتى يوم وصل ما سجل. على يعني أنا على كلام أنا رأي على كلام طيب. خلي كمل تكفى أبو علي لأن عندي عشان محل التحكيم بعد. لا على على أنت عمال تتكلم عن لا النقطة اللي قالها عن فهد الهاجر، المفروض فهد الهاجر يروح باك وعلي حسين يصير بالنص. نعم هذا اللي المفروض يصير. أبو أحمد شوف نجوم المباراة حميد القلاف ومحمد جاسم الهويدي. نعم محمد جاسم صحيح أقول لكم هذا واحد. اثنين احنا طبعا الطريقة هذه 4-4-2 ما تفيد حق فريقنا أمانة، لأن ما عندنا نص يستحوذ. اليوم السالمية قاعد يلعب خمس لاعبين نص، فأكيد راح يسيطر على الملعب كله، وكان السالمية أفضل من ربعنا، أفضل من نادي الكويت بوايد يعني أمانة أقول لك. فإحنا استغلينا يمكن آخر اندفاع السالمية وصار خطأ من الحارس، بس كفريق اليوم فريقنا أنا أقول لك المباراة هذه تحتاج ثلاث نقاط. صحيح. إحنا خذينا الأهم، لأن أنت لو اليوم الله لا يقول متعادل ولا خسران راح العربي يفرق عنك بنتيجه كبيره. هذا واحد. السالميه عندها مباراه زينه امانه اقول لكم، بس يمكن ما في يعني مثل ما قال الفرج، يعني السالميه عندها امكانيات زينه، لاعب النص وعنده مهاجمين، المفروض انا اضغط على 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 نادي الكويت. ليش اتراجع اضغط انا؟ ليش انا اخاف من الفرق هذه؟ الكويت مو زين بالنص. سيسكو يعني حتى سيسكو لاعب نص بس شنو ضايع بالنص، يعني سيسكو من النوع اللي مو ثابت بارتكازه، دائما يندفع شمال يمين مسوي لك فوضى داخل الملعب. والهاجر انا ما الومه، الهاجر من اللاعبين المميزين يعني لما نلعب باك بالحال الجمهور، بس الهاجر يعني يمكن ما في لاعب نص هنا بالمكان يصاوب الطاره الفاضله وشغله. الهاجري يعني ما قصر على الاداء بس مو مكانه. هذا واحد. لا هي ترى انا بس عندي نقطه ابو سعود، انت قاعد تقول ان الحكم قدم مباراه، انا بالعكس انا من الحكام زينين وحي حالات. لا 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 ادري دقيقه بس 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 عندي محل تحكيم اخذ رايك. لا لا بس بقول لك هم الحكام مميزين، بس اليوم ظلم نادي الكويت. لا لا
لا فلا رايك إيه؟ رايك يحترم كلنا رايك كويتاوي يقول إيه؟ لا 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 عندنا محل تحكيم عندنا محل تحكيم ما راح لا طيب. لا بس لا ابو سعود ما يصير انت رايك رايك لا ما ادري رايك لا انت ما يصير اي شيء عن نادي الكويت بتقول لا لا شكوا نادي الكويت لا شكوا نادي الكويت انا قاعد اقول اول مباراه يديرها حكم بهالصوره اول مباراه حكم كان اوكي اوكي نشوف الحكم نشوف معانا المحلل التحكيم والحكم الدولي السابق مشعل عسعوسي صبحك الله بالخير يا ابو ضاري حياك الله الله يحييك ابو سعود وصبح عليك بالخير حياك الله ابو ضاري نبي ناخذ رايك بالحالات التحكيميه في مباراه الكويت والسالميه والسالميه الكويت اللي ادارها الحكم المتالق والمبدع احمد العلي سبحان الله ابدا مع اول حاله ابو ضاري نشوف الحاله الاولى مع الساده المشاهدين يلا تفضل هل هناك ركله جزاء برا 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 او برا فاول او شوف هذه بسعود اول شيء هذه الو اي نعم نسمعك بضارك تفضل هذه اللقطه لا تمثل هناك مخالفه وان كانت هناك مخالفه فتكون مخالفه خارج منطقه الجزاء فمن وجهه نظري ان هناك لا توجد اساسا مخالفه لان وضع اليد كان طبيعي واحدث عنصر مفاجاه ولا يوجد هناك اي داعي لوجود التعمد بلمس اليد اوكي شو تقول ابو علي؟ ما فيها شيء ابو سالم لا لا ما فيها شيء ابو احمد ما فيها شيء ابو لهيب ما فيها شيء نروح الحالة التحكيمية الثانية أبو ضاري إن شاء الله ركلة الجزاء اللي طالب فيها الكويتاوي شو تقول يا أبو ضاري شوف أبو سعود هذه ركلة جزاء صحيحة على مدافع نادي السالمية لمنع الهجمة نعم. لكن هناك مخالفة ارتكبها اللاعب يوسف ناصر وهي القصد مشكور يا أبو ضاري مشكور لا خلا صفر لك عشان الاخوان يقولون لا مش علي خلي يقول ابو ضاري انت بتقول رايك الحين بتقول رايك انت كل واحد له رايه خلاص الحكام يقول لا هذا رايه يقول ما فيه رايه عشان لا تقول ان انا بس انا ضد الكويت هذا راي الريال لا انت فرحتك هذا رايه ان المنتخب الفايز لا لا هذا رايه عشان انصفني عشان ضد كلامكم تقول لي والله عشان نادي الكويت خليه يقول الريال خليه يكمل انصفني خليه يكمل خليه يكمل مشكور يا ابو ضاري خلاص سكر يعني ما تناقش لا لا سكر خلاص سكر مكالمه ما تناقش بضاري الكرة مع منو مع يوسف ولا الحارس ترى انا ضيعت اللقطة كلها الحين والله العظيم شو الكرة وين من حق الكرة حق الحارس ولا يوسف هذه قذف على المنافس بالاتكاء خلفة على اللاعب ناصر سبقت ركلة وين الاتكاء بضاري عفوا وين لا يا كابتن شوف الايد اليمنى ليوسف ناصر هو ارتقى في الهواء لكن كان وضع الهولدنج هو وضع الاستيقاظ والله اذا قاعد يلعبون كرة قدم يا قاعد يلعبون كرة قدم مو كرة سلة اي احتكاك ما يصير هذه مو سلة وضاري ما يصير انتم تقولون اي احتكاك ما شلون لعب يعني ما يصير اروح ادز اعرقل اللاعب واخذ منه الكرة يبقى هذا احتكاك هذا يوسف ناصر لاعب منتخب عندنا مباراة مهمة لا تخرعونه ما يطمر بعد والله ما يطمر هذا ابي عزيز هذا ابي عزيز والله تبي ما يطمر هذا منطق لاعب دولي والله العظيم لاعب كاس العالم اقول هالكلام سوي شيء صح اقول الكلام اقول شيء صح انت تقول له هذا منطق لاعب دولي اي لا انا منطقك انت روح يا عمي ويا بكلتك هذا والله العظيم هذا منطق والله العظيم روح والله العظيم يقول لي شو اسمه يقول هذا تخرب اللاعب علينا يقول لي خرب اللاعب تخرب اللاعب علينا ينصف تخرب اللاعب علينا لاعب يسوي شيء صح يقول له غلط يبا يا ابو ضاري قول يبا قول صحيح وقول بلنتي وطرد عشان ما بلنتي وطرد يا عمي بلنتي وطرد يا عمي انت صرت مثلهم بعد بلنتي وطرد بلنتي وطرد طالع الكره هذه القفزه هذه تدرس هذه تدرس هالغبسه ما شاء الله ما شاء الله تدرس هالغبسه هذه يدرسك اياها تدرس يدرسك اياها يدرسك اياها لا تدرس ما تشوف ناصر يا عمي لو العربي ما تدافع عنه كذي ليش تفضل يا ابو ضاري ليش تفضل يا ابو ضاري انا اتمنى اليوم السالميه يفوزون مصالح العربي مبين من والله مصالح مبين مبين اقول مصالح ايش حق بعد شيء حق الحين قاعد مبين عيب خل اكمل مع الريال خل اكمل مع الريال عيب خل اكمل مع الريال تفضل يا ابو ضاري سموحه تفضل يا ابو ضاري بس هذا اللقطه شنو بعد شنو فيها اللقطه هذه ما فيش اللقطة يمكن تغير رايك
خلي كمل يا جماعه خلص بس خلينا غير له بالراي. هذه 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 احدى مخالفات ال 12 اللي نص عليها ماده بالقانون. هذه قصد على جسم المنافس بتوقيت حركته بالهولدنج والاستيقاف عن حركه اللاعب بشكل مباشر. هذه ركله حره مباشره على اللاعب جسم المنافس. طيب نروح الحاله التحكيميه الثالثه. سيسوكو كان عنده كرت اصفر بضاري، هل استحق الكرت الاصفر الثاني في هاللقطه؟ لا توجد اي مخالفه، هو ابتكاك الكره من لاعب نادي الكويت، فقط ركله حره مباشره بدون الاهمال ودون اشهار اي نوع من انواع الكره. طيب ايش رايك بعلي؟ فاول فاول. سالم ما فيها شيء. ابو احمد لا عادي لعبة عادية. لعبة عادية. لعبة عادية. طيب اروح الحالة الرابعة. هذا تدخل سيسوكو عصب عليه اللاعب. شوف الحكم. وحذف الحذاء. عزكم الله جميعا. هني بقول هني القانون يقول لك اذا 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 رمى اللاعب في جرم او اذا كان في هناك اصابه من احد المنافسين او حكم المباراه يستوجب على الحكم اشهار الكرت الاحمر المباشر واحتساب ركله حره مباشره. لحظة يبا خلي كمل لحظة قال لكن الريال قال لكن اسمع ليش اسمع خلي يقول تفضل يا ابو ضارع. هذه اللقطة لا تستوجب كرت الاحمر المباشر لان هناك مشكور يا ابو ضارع مشكور انصفتني بالحالة الثانية. زين سيسوكو يستحق انذار هني بهاللقطة ابو ضارع؟ ترى انا ما شرحت اللقطه هذه كامله. تفضل اسف اسف تفضل يا ابو ضاري تفضل. مثل هذا ما عنده سالفه عزيز عطيه. تفضل يا ابو ضاري. هذه نوع من انواع الاشارات البذيئه او الاشارات المستفزه اللي تظهر عدم احترام للحكم. قرار الحكم صحيح باحتساب ركله حره مباشره واشهار الكرت الاصفر فقط. يعني لازم يحوشه؟ ضاري لازم يحوشه ابو سالم لازم. هذه يعني عادية هذه اي لاعب داخل الملعب يبسخ تكرم الحذاء ويقطع صوب الحكم عادي. ابو سالم هذا القانون هذا القانون انا ترى مو قاعد اجيب عندي هذا القانون اللي احنا درسناه قاعد نتابعه اول. والله القانون هذا لازم يتعدى. لا هذا محترف. طيب. لازم نادي مباري محترف مباري. سيسوكي يستحق كرت ولا ما يستحق؟ اي وحده اللي بساعه هذه نفس اللقطه. هو ليش عصب هذا المحترف؟ انه عصب انه كان في خطا ويجب ان يكون في انذار. لا, لا 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 ما في خطا ما في اي شيء تدخل طبيعي من اللاعب. خل اللقطه عزيز ركز على سيسوكو بالانذار. يبقى خلصنا الحين الحين هذا خلصنا قال بضاري قال كرت اصفر ركز على الحاله قال كرت اصفر قال كرت اصفر. هو ليش وسخ الجوتي؟ عصب انه يفاول. عصب عزيز هو معصب هو معصب هذا عصب هو معصب مو انا هو اللي معصب يبي فاول. انت معصب خلصت من اللقطه وقال ما فيها شيء. كرت اصفر عزيز وفرحان مقول. قول حق بضاري هذا في الجوتي. قول حق بضاري لا تقول لي انا قول حق بضاري. انا اقول لك انا حكم قام يا ابو ضاري. انا اقول لك هذه اول شيء اول خليك تفضل تفضل. هذه اللقطه ما في مخالفه على لاعب نادي الكويت ما في مخالفه على لاعب نادي الكويت. دخول طبيعي بهدف استكاك الكره وتلاحم طبيعي ما بين اللاعب والمنافس. هذه ركله حره مباشره على لاعب نادي السالميه لتطبيق الماده 12 واشهار الكرت الاصفر فقط. طيب انزين هذه انا طبعا اقول انا بروح اللقطه اللي بعد. لا هذه بس على هذه هو لو اللابتشين لو تكرم اللابتشين مثل طايح وحذفه اوكي هذا فسخ اللابتشين هو مو حاش اللاعب طلع من جوت من ريل الجوتي حتى الحكم طلع من ريل الجوتي معصب الحكم وقال لك قانون قانون مو قانون وين شخصية الحكم قانون قال لك قانون مو لا طرد قاعد يقول لك قانون انا مطبق القانون هو مطبق القانون احمد علي انت مأيد انت ما تبي احمد علي يطبق القانون انت مأيد التصرف هذا انت مأيده لا مو مأيده اعطاك كرت اصفر مو اعطاك كرت اصفر وين هيبه الحكم؟ هذا القانون وين هيبه الحكم يا عزيز؟ مو قانون على كيفك تبي تحط قانون؟ لا مو قانون وين هيبه الحكم؟ وين شخصية الحكم؟ هذا القانون عطى الشخصية هذه شخصية عزيز لا لا قاعد يقول لك المادة ورقمها والله لو لاعب نادي الكويت انت نفس موضوع الايقاف يقول لكم مادة كذي وكذي تقول لا
احنا شكوا بالقانون، شكوا بالقانون الدولي، كثر ما كان يعجبك كثر ما كان يعجبك اي تصرف على ادري سوء سلوك هذا قال لك سوء سلوك لا ابو شين عزيز يا جماعة تبتعلمون الحكم تبتعلم الحكم هذا علمه هذا علمه ليش ما علمه اقول هذا قاعد اقول لك هذا ناس السالمية يعاقبون المحترف هذا المحترف يسوي كذي لازم ناس السالمية يعاقبه ناس السالمية يعاقبونه يعاقبه حكم عاقبه بالقانون لا 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 مو السالمية مو السالمية لا لا يعني ابو عزوز الحين يا جماعة خل اخلص مع ابو ضاري انا عندي مشكلة مع الحكم عادي ابصخ تكرم الجوتي واحد فصوبه لا لا صوبه أشترك. صوبه قال لك اذا حاش الحكم صوبه حذفه وين صوبه يا جماعه والله صوبه يا جماعه انتوا احسن من بضاري الحين بضاري قاعد يقول لك العاله انا الحكم انا الحكم أنا ولا انت الحكم هذا الحكم الرجال موجود على الهواء وقاعد يقول لك العاله وقاعد يقول لك القانون وقاعد يقول لك الماده شفت قاعد يصير كل الحالات هذه والله منك انت من الاعلام كذي قاعد تثم على التحكيم اذا عندك الكابتن كابتن احمد العلي لحظه هذه لا انت الحين مقتنع براي مش على اساس ولا مقتنع لا لا الرجال قاعد يقول القانون مو مقتنع مو مقتنع برايه ما تشوف رايه هذا رايه عزيز رايه مو مقتنع ما تشوف ضاري نحترمه الرجال قاعد يقول لك بالقانون والماده الحكام يقول لا ما فيها شيء خل اخلص مع ابو ضاري تفضل ابو ضاري تفضل ابو ضاري ابو ضاري ابو ضاري تكفى عشان الحبيب اللي على يميني يفهم إيه؟ عطى الماده ورقمها عشان لا لا اذا لا عنده لا كتاب لا يروح لا يقرا هو لو رئيس الاتحاد الدولي يعطيني مال شغل فيه يا عمي شيء هذا شيء يبيله هذا اكو عقل هذا هذا شنو اتحاد دولي مو مقتنع رئيس اتحاد دولي مو مقتنع ما كنت مقتنع فيه تبي مقتنع فيه خرب كره القدم اتحاد دولي بالفار بالفار خرب كل شيء ايش دعوه اسطوره كره القدم لا انا على ادرس في كره القدم اي ادرس اذا هذه تقول لي طيب والله ادرس يا عمي ابو ضاري تفضل يا ابو ضاري سموحة تفضل الحالة اللي وراها ابو ضاري الحالة التحكيمية وينها يا شباب زين حط حالاتنا احنا عطى كنت اصبر حالات اللي ضدنا وحالاتنا احنا لا خلنا العدالة احنا المهمة عندنا هل تعتقد يستحق كرت اصفر هني لا ما يستحق كرت اصفر طلع عطى اصفر عطى اصفر خلاص قالك إيه انا قالك مباري قالك ما يستحق انت قاعد تقول هل يستحق عطى اصفر إيه عطى اصفر قاعد اقول لك يعني احمد العلي غلط احمد العلي غلط هذا يقول ما يستحق هذا يقول يستحق عطاك ليش يعطيه قال احمد ما يستحق شو انت شو هذا الشيء قاعد اقول له هل يستحق الله دخله قاعد اساله ما يستحق قال ما يستحق عطاه هذا عطاه اصفر قاعد اساله السؤال قاعد الحكم عطاه انت تواجه هل يستحق الصح مش هل ولا الحكم من الصح الحين من الصح انا بالنسبه لي احمد العلي صح هل يستحق كرت اصفر جمعه سعيد ولا ما يستحق الجماعه ما يخلونا نسمع لا انت تواجه هل يستحق ولا ما يستحق بس خليك انت بتصير معلم تحكيمي بداله يبا ايش دراني واحد عمره ما صار حكم يا يبي يعلم مش على شو شيء يا عمي تدرس ادرس خلي كمل تكفى خلي كمل بضاري هل يستحق الكرت الاصفر جمعه سعيد هذه ما يستحق كرت اصفر ركله حره مباشره بلا الاهمال فقط اوكي 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 الحاله التحكيميه الاخيره ابو ضاري بسرعه السالفه اللي صايدين هذه ابو ضاري هذا ماشي صد فيها اللاعب كان عنده اصفر يعني انا عنده كرت اصفر قاعد اقول له هل يستحق سؤال تفهم اللغه العربيه ما يستحق اي خلاص قال احمد علي عطاه على حد عادي غلط بس بالحاله غلط ولا مو صح ابو ضاري هني حمد عنده كرت اصفر هني حمد اذا كان عنده كرت اصفر هني هذا دخول بتهور كان على الحكم بعد ما اعطى ادفانتج او اتاحت الفرصه يرجع للاعب نادي السالميه ويشهر له الكرت الثاني اللي هو الكرت الاحمر مو كرت احمر مباشر ابو ضاري لا هذه دخول بتهور واقصى حالات التهور تستحق كرت اصفر فقط احسنت يا ابو ضاري احسنت كشفت لنا احمد العلي حالتين على الاقل مو يبوش لاعب ويعطي بنالتي يقول لي مشكور يا ابو ضاري مشكور محلنا التحكيمي مشعل السعوسي وشكرا انك انصفتني وشكرا انك وين انصفت علي كل حالات اللي حصلت عندي مباراه الغاسيه انا اصفت لمش عزيز هذا والله عزيز لاحمد الحكام اصفت لمش الحكام اصفت لاحمد العلي يسال احمد العلي يسال احسنت يا مضارك حالتين
وشفت احمد العلي الفار ليش ما نادى بالحاله؟ اصفق اصفق هذا اللي قاعد تسوي بسعود. شوف احمد العلي هذا اللي قاعد تسوي، هذا قاعد تاثر على انت رجل، انت رجل في هالمباراه وادرت باقتدار هذيل الاصوات تعرف اصوات منهم. اروح لفاصل وبعد اساوي احسنت كشفت احمد العلي. حياكم الله ويانا مرة أخرى. أشكر محلنا التحكيم مشعل العسعوسي على إنصافه لي، والله يعطي العافية. وانتقل لمباراة القادسية والشباب مع أخوي خلف العنزي. تعتبر هذا إنصاف؟ القادسية في حولي استضاف الشباب طامحاً بإضافة مزيداً من النقاط للاقتراب من الصدارة، وأبناء الأحمدي يأملون بتحقيق نتيجة إيجابية لتضميد الجراح. المباراة التي أدارها الحكم هاشم الرفاعي سيطر بها القادسية على مجريات شوط المباراة الأول. القائد بدر المطوع انطلق بهجمة قدساوية قطع بها مسافة دون أن يعترض طريقه أحد، ليمرر كرة لعدي الصيفي الذي سجل هدف المباراة الأول. القادسية بلباسه الأسود واصل هجومه. سيف الحشان استلم بطريقته الخاصة ووضع عدي الصيفي في مواجهة المرمى ليعزز من تقدم فريقه بهدف ثاني. اشتدت الأعصاب وبدأت التدخلات العنيفة. هاشم الرفاعي حاول السيطرة على الوضع. الشباب لم يرفع راية الاستسلام بعد. شوط أول انتهى بتقدم القادسية بهدفي عدي الصيفي. الشباب بدأ بشكل أفضل في شوط المباراة الثاني. سيف الحشان يرد على عدم اختياره في تشكيلة الأزرق باستمراره بالتألق. سيف سجل هدف ثالث على طريقته الخاصة. الشباب حاول تشكيل خطورة على مرمى خالد الرشيدي. الرشيدي تصدى لفرصة هدف محقق. تسديدة بومريوم أبعدت لركنية. الشباب نشط في الدقائق الأخيرة. عبد المحسن التركماني ترجم مجهود عبد الله الباذر وقلص الفارق. البديل النشط عبد الله الباذر مستمرا بمحاولاته التي لم تأتي بجديد حتى جاءت صافرة النهاية بتأكيد فوز القادسية بثلاثية مقابل هدف. كان اليوم ما كان الأداء كنا نتمناه. يمكن اختلف معك، يمكن بعد مباراة السالمية صح يعني في دروب بالنتائج، لكن كأداء يعني قاعد نأدي كل مباراة تقريبا، يمكن استثناء مباراة اليوم مباراة الكويت يمكن ما لعبنا بشكل ممتاز، لكن باقي المباريات يمكن ما حالفنا الحظ، يمكن قاعد نضيع وايد احنا كمهاجمين. ف بهالشيء هذا يخلي النتائج يعني الأداء ما يجيب لك، مو كل مرة يجيب لك فوز، تحتاج انك تسجل أهم شيء. فان شاء الله يعني القسم الاول خلص واكيد احنا مراضيين عن نتائجنا، ان شاء الله القسم الثاني نعدل النتائج ان شاء الله. بعثمان نادي شباب يمكن يطيح درجه ثانيه. وين يطيح درجه ثانيه كابتن؟ ما يصير. تو ناس تو ناس وابو مو زين لك احنا والله يا كابتن، تو ناس والله لازم. مالك محترفين نادي شباب ممتاز قدام سالميه، قدام قادسيه كويت مو ما كان زين. والله كابتن انت عرف يعني مباراه انت يوم يجي يمكن صحة نوم عرفت، بعد اليوم يعني كلكم بس سليم، أنا بس يعني سليم وسانتي وسان بير بس اليوم يعني هذا مستوى طيب ودفاع صاير، بعد حسينو وسيزار اليوم يعني ما أعرف شنو. يعني مالك بعثمان الشباب ما يطيح درجة ثانية؟ لا ما يطيح درجة ثانية، حرام على فريق يطيح درجة ثانية، والله ما يصير كابتن. أنا أقول لك من بداية الموسم وقاعد نجتهد قاعد نحاول، وهذا الاختيار ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونحقق المراد منه، ان شاء الله نساعد المنتخب واسوي كل اللي اقدر عليه، وان شاء الله نتمنى التوفيق لي وللزملاء اللاعبين ان شاء الله. كمان يا عبد المحسن، هل انت لاعب حر تملك عقدك؟ اي نعم. تم شطبك من النادي العربي، انت لاعب حر؟ تم شطبك من النادي العربي. وصلتك عروض ولا الى الان؟ لا الحين ماكو شيء. كوتش بابلو فرانكو قادسية was lucky that شباب playing today on opening game. You are always asking me
questions. I think Garcia played very good. أعتقد بأن القادسية لعب مباراة جيدة اليوم، وفوزنا ليس له علاقة بطريقة لعب الشباب المفتوحة. وأنت دائما تسألني عن الأشياء السيئة وليس الجيدة. لعبنا مباريات جيدة أمام كاظم وخيطان والكويت، واليوم لعبنا أفضل منهم. وأنت تسألني بأننا محظوظين؟ نحن محظوظين بأننا لعبنا مباراة جيدة، لكن أنت والبعض دائما تسببون المشاكل لنا. This is media. This is question for media. Last question. بتألق بدر المطوع وسيف الحشان وعدي الصيفي، القادسية تجاوز الشباب بثلاثية ملعوبة. ببرنامج ديربي، خلف العنزي. شكرا يا خلف. انا صفق ايضا للطاقم التحكيمي، الثلاث حكام وحكم الفار ايضا المره، ايضا حكم الفار معاهم يستاهلون اليوم. ابو عثمان، لما تشوف في انصاف من الحكام ونشوف قرارات صحيحه، تاكد ان احنا نشيد فيكم بحكام الجوله احمد عقبه. فاليوم المباراتين صراحه، او المباراتين، نعم المباراتين قرارات تحكيميه صحيحه. اشكر لجنه الحكام، اشكر مقيمين الحكام. صراحه التطور اللي شفناه، ونتمنى تعيد موضوع افضل حكم وجائزه افضل حكم، لان هالجوله بالفعل، وان شاء الله في الثلاث مباريات اليوم ايضا نشوف نفس الاداء ونفس المستوى ونفس اي تطور. مسعود، اي تطور؟ لحظه اليوم، اليوم لا لا اي تطور؟ لا تساعد الحكام، لا تساعد الحكام. لا عزيز، ثلاث اخطاء تحكيميه بمباراه سلمي يا جماعه، اقل مباراه فيها ثلاث اخطاء. وبلنتي في مباراه، لا لا مو بلنتي، لا لا مو بلنتي يا جماعه. انت بتصيرون احسن من الحكم، انت بتصيرون احسن من الحكم. لا لا ما يصير، ما يصير. روح حل، روح صير حكم، روح قيم الحكام. اخطاء وانتصر عزيز، اصف العالم. انا انصفت مع الحكم، مش هالعسوس ينصف وما نصف. لا لا قاعد اساعدهم على الانصاف. لما لا 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 ما يصير في مباريات ست وسبع اخطاء ويعطوا غلط، ويعطوا غلط. ثلاث مباريات غلط، لا لا ثلاث غلط. هذا شيء طيب، لا 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 شيء طيب. ثلاث اخطاء، اخطاء مؤثره، لا لا مؤثره. طيب عموما، انا مره اخرى مشكورين يا حكامنا في المباراتين، ومالكم شغل. خايف خايف يوقفون احمد العلي. لا 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 مالي شغل انا، انا تكلمت عن هاشم الرفاعي. هاشم الرفاعي القادسيه لما يشوف حكام منصفين تشوف هالاداء وتشوف هالمباراه. هاشم الرفاعي امانه كان حكم مميز. شوف المباراتين، شوف مباراه حلوه اصلا. سالميه والكويت شفنا مباراه حلوه، قادسيه والشباب شفنا مباراه حلوه. هاشم الرفاعي صار له فتره قاعد يقدم مستويات. انا اتكلم عنه. طيب مساله المباراه، والله شوف القادسيه اليوم سوى كل شيء، وانا اتفق مع مدرب الفريق لما يقول انا مو انا ما يعنيني الشباب اذا كان سيء ولا شيء، هذا مو شغله ولا هو مسؤول عن الفريق. هو لعب بطريقته ولعب امانه، يعني كان القادسيه اليوم مقنع صحيح. يعني اليوم لما تلعب فهد الانصاري مع السلطان ويكون قدامهم سيف وعلى يمينك بدر، راح يكون الفريق بشكل ثاني، راح يؤدي الفريق بصوره افضل. لكن لما تلعب ثلاثة ارتكاز راح تخليك ترجع تراجع ولا يكون عندك حلول هجومية. اليوم ترى أبو لهيب، يعني لما تشوف الفريق يسجل من كرات، من جمل تكتيكية، يكون الاقتناع عندك واضح. اليوم الأهداف اللي حصلت صحيح، شوف فريق الشباب، شوف هذا الهدف الثاني، ها شوف فريق الشباب وين صاعد. صعد مرتين بالشوط الأول، القادسية عاقبها بهدفين. شوف الهدف الأول بدر مطوع اللي راح فيها، كانت في مساحة. الشباب في بداية المباراة كان متراجع، تراجع كبير، كل اللاعبين نص ملعبة، خرج من نص ملعبة مرتين، عاقب القادسية بهدفين. الكرة الأولى مالت بدر اللي راح فيها بسرعته وحولها لي عدي، والجول الثاني الهدف الثاني اللي سيف لعبها حق عدي. أمانة القادسية اليوم مقنع من خلال أدائه. طيب فريق لعب كرة جميلة وصل لمرمى الخصم، لكن أنا أعتقد فريق الشباب عنده مشكلة فنية. فريق الشباب اليوم نشوفه بالملعب
مو موجود اساسا. اليوم لا التركماني مميز، انا طبعا لما اتكلم عن التركماني لان تعودت التركماني يكون مميز. الشباب وصل مرمى القادسية بالشوط الاول دقيقه 45، الشوط الثاني بعد تبديلات المدرب بدل 4-5 لاعبين، فبدا يعني واضح انه يكون الفريق ينزل الرتم شوي عنده ويصير فيه لخبطه شوي، وهذا شيء طبيعي. وعلشان كذي اخر الدقائق كان الشباب يهدد وسجل هدف. طيب وعلي شلون شفت المباراه؟ شفت المباراه انا اتحمل مدرب الشباب مسؤوليه يعني القادسيه طبعا يعني ما تفوز حقها، لا فريق لعب زين، لعب جماعي، والمدرب يعني حتى الطريقه اللي لعب فيها ما اتكلم عن بعد التبديلات، فريق منظم، فريق قاعد يلعب صح، جمل تكتيكيه، توزيع، تنويع لعب، كل هالامور سواها، كل شيء بكره القدم سواها اليوم القادسيه قبل لا تصير التبديلات. بس اللي احمل مدرب الشباب سعود، شنو اللي احمل مدرب الشباب؟ انه ما يصير انت بتلعب مع فحيحيل، مع احترام الفحيحيل والانديه الصغيره، نفس ما تلعب مع القادسيه، لازم تتغير، يعني حاط فاتح اللعب حق القادسيه، ما تقدر، انت فريق الشباب، يعني لازم تعرف امكانيات لاعبينك وامكانيات لاعبين القادسيه عشان تقرا اللعب، انا اقول مدرب الشباب ما قرا يعني ما قرا اللعب صح، ومع انه يعرف القادسيه، ما افتكر اول مره يشوف القادسيه، لكن تفتح مع القادسيه اكيد بيسوون فيك شيء، المفروض القادسيه يفوز اكثر من ثلاثه، لان الشباب لما نشوفه بين لعبته مع فحيحيل ولعبته اليوم، لانه ما يصير مدرب بيلعب نفس مع فحيحيل نفس ما يلعب مع القادسيه. اعتقد احمل مدرب فريق الشباب مسؤوليه الخساره هذه والاداء اللي اداه الشباب اليوم، لان اليوم ما في اداء كلش، خل النتيجه اداء ما في الشباب. طيب ابو احمد، طبعا شوف انا من الناس اللي شفت في نادي الشباب من بدايه التصنيف للجولات الاخيره، كان فريق مميز ينقل كرة صراحة، يعني ما توقعت أنا، يعني حتى ممكن باتصال مع جابر الزينكي أبو علي يعني بداية دور تصنيف، قلت له احتمال يعني الشباب يصير من المراكز الثلاث الأولى أمانة على الأداء للدور بصراحة، بس الخلل أعتقد فني، يعني ما يصير، يعني الخلل هذا فني، خلاص بدأ الفريق ينزل يصير الأدروب. بالنسبة للقادسية متعة كرة القدم، أقول لك أمانة، أنا شخص لما تصير مباراة القادسية استمتع بصراحة، هذا الانصاف أمانة أقول لك، يعني حلو تلعب بالعمق بالأطراف في لمسة واحدة، شوف حتى الأهداف بصراحة، الأهداف هذه من سنين ترى ما شفناها، الهدف الثالث، الهدف الثالث متعة، قاعد أقول لك يعني هذه الأهداف اللي احنا وفريق القادسية صراحة بدأ رتمه يصير أحسن، وفي ناس يقول المدرب بدل خلاص، يعني أنا ضامن 3-0 فأعطي فرصة حق اللاعبين الصغار يلعبون، بالعكس القادسية لاعبين صغار صالح الشيخ وهذا، لا لا خل صالح الشيخ انا ما لا لا عبد العز وادي لا عبد العز وادي عبد العز ماوي عبد العز مروي اعطوا فرصه، لا حتى صالح الشيخ عدل يعطي فرصه، حتى صالح الشيخ انا اقول لك امانه القادسية يعني خليه يلعب شوي، افضل فريق للحين يمتع بكرة القدم امانه. مليف اول شيء بالنسبه حق نادي الشباب ابو سعود، نفس ما قال ابو احمد وابو سالم، انه مو هذا الشباب اللي كان بدوري التصنيف، احنا توقعنا يكون شرس، ممكن انه يسبب مشكله حق فرق كبيره، اصلا من الشيء الغريب انك تلعب لعب مفتوح مع القادسيه، القادسيه يعني صعب انك فريق ممتاز في عمليه التحضير، بناء الكره من الخلف، التنوع بالهجمات، عنده لاعبين مميزين، يعني حتى يمكن تصريح خلف العنزي لما قال عن المدرب انت محظوظ، لا لا وجهه نظري الكلام اللي قاله خطا، مو محظوظ، لعب طريقه القادسيه، وهذا اسم نادي القادسيه ابو سعود، التناقل والتنوع باللعب، هذه شغله، اهم في شغله ثانيه ابو سعود، يعني لما المدرب انا اشوف ان الفريق اللي قدم هذا لاعبين نادي القادسيه، يعني مو قراءه مدرب، والدليل انت خليني اقول لك شغله بس صراحه يخسر الفريق قلته والمدرب ما قلنا شيء يفوز الفريق والله اللاعبين فازوا، اقول لك ليش ابو سعود ما عرفنا لكم والله خليني اقول لك شغله ابو سعود لما يصير فرج ما يصير تفوز حق المدرب ما يصير ما يصير الكلام زين خليني اقول لك ليش ما يصير لما يفوز فريق زين خليني اقول لك اللاعبين فازوا هو قرر خليني اقول لك المدرب زين عندي انا ما قلت مو زين لا 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 قصدك على المباراه هذه كانت اشكاليه اللاعبين ليش لا انا قصدي على الرجل ليش ما يفوز وليش لما تطلع سيف وتطلع بدر وتنزل مروي
وتبي يسجل لك اهداف سعود ما يصير. طلعت اهم لاعبين عندك انت اللي يعطونك الجول يعطونك فرصه للجول خرجتهم. ليش في مباريات تلعبوا بدر وسيف ما فازوا؟ نزع عبد العزيز بنو ليش؟ مو عشان يسجل اهداف، انت طلعت افضل لاعبين عندك اللي هم يعطونك للجول. انا هذا اتكلم عليه من خبره لاعبين نيل قراب سعود نيل قراب مدرب. انت طلعت افضل لاعبين عندك اللي يصنعون لك الكره ونزلت عبد العزيز منو. ليش منزع عبد العزيز؟ يعني كشفت عبد العزيز منو كذي ما اعطيته مجال. هذا الغزي هذا غزي. فالاداء اليوم قاسي ام هذا اداء لاعبين هذا قاسي. هذا الفن هذا كلامك صح كلام هو كلام فرج بسعود الجمهور لا ننصف لا لان احنا نادي الكويت قبل لازم يوقف لا احنا ننصف هذا صدق سعود طبيعي. انا نزل مهاجم بس مهاجم مش حق طبيعي مدرب نادي الكويت قبل بسعود بس مهاجم ليش مطلع سالم مطلع بدر انا الدفاع احسن. انا اليوم جاب الاربع كويتاويه قاعدين بالملعب منصفين هذول منصفين. لا شوف مع الانصاف هم بسعود كلام فرص صح. شوف الجمهور يطالب علي مروي. انت علي مروي عزيز مروي زين الولد صغير من وصل له الكره فان طلعت سيف وطلعت بدر ما في يعني صانع لعب وصل الكره كشفته. لا يمكن ابي يتحرك يمكن ابي قدره حركه يمكن بالعكس سعود انت بهالمباريات خليك يعني يسجل وهذا حابس عندك مشكله ابو احمد. انت عندك مشكله نادي القادسيه عنده مشكله براس الحرب ما عندك راس حرب. عطى فرصه عبد العزيز مروي لازم ياخذ فرصه يتحرك كان ثلاثة اسابيع موقف ورا ثلاثة اسابيع متعور هو غريب الرياض زيت النزاهه وقت خليه لازم شنو يا جماعه قالوا لنا لعبت عزيز راح صح بس خلوا يا ذيلك عشان يطلعونه يبرزونه لما يكون موجود مروي لما موجود الحشان ومطوع ما راح يعطون كره حق مروي يا جماعه طبيعي يعطون كره حق مروي حق الحشان ويعطون حق مروي طبيعي يوصلون الحشان وهذا راس حربه يا عزيز هذا راس حربه يعني المفروض انه يعطي مجال في فرص وفي فرص حقيقيه. نعم انت لما تحط لاعب مثل عبد العزيز مروي وتبيه يستمر ويلعب علشان يعني ممكن يملالك الخانه اللي انت سجل. مشكله عندك مشكله فيها عطى فرصه حقيقيه ابو سعود هو شنو هو وطلع عنده وقت والله يا جماعه حواليه. لا بس هو ابو سعود تدري ايش القصد انه يا خلي سيف او بدر بس. طيب انا وصلت الختام بس قبل اختم لازم اشكر رجل الاعمال ورئيس نادي القادسيه السابق الاخ فواز الحساوي بادره طيبه منا اليوم بما اننا نتكلم عن القادسيه بتكريمه سلطان العنزي اللي ترشحه ضمن افضل لاعبين العرب وهذه مو غريبه على ابو عبد العزيز دعمه وتكريمه للاعبين نادي القادسيه بشكل خاص وللرياضيين بشكل عام فكثر الله خيرك يا ابو عبد العزيز وسلطان يستاهل. قبل لا اختم ايضا نبارك لمانشستر طبعا صعدوا بعد فوزهم على ميلان 1-0 طبعا الحبيب مو عاجبه سولشاير كل اللي قاعد يسويه السيد سولشاير مانشستر يبي اكبر وياي بيحلل تحكيم مانشستر يبي اكبر من هالمدرب المدرب ضبطك المدرب ضبطك الثاني حقك انت مضبطك المدرب الثاني من زمان ما شفنا مانشستر الجري ولا كونتي طق ميلان بعد طق ميلان الجري لازم يمسك مانشستر. مبروكين عموما مبروكين لجماهير مانشستر مبروكين للشياطين الحمر اللي هي الشياطين عفوا الشياطين فزورتنا امس كان او فزورتنا يوم السبت كانت جول ولا مو جول نشوفها مع بعض. هذه فزورتنا والكره جول واحد قال واللي فاز معانا واحد قال جول هني واحد قال احمد موسى قال صاحب الحظ السعيد والجائزة النقدية والعينية المقدمة من هايجين مشكورين. اثنين تي والله الاسم صعب ما ادري منه صراحة. عموما مبروك ان شاء الله يتواصلون معاك الاخوان في هايجين. فزورتنا اليوم منو هذا اللاعب اللي لعب لفرق العربي والجهرة وخيطان تعرفه؟ جسم تعرفه ابو علي؟ محمد الملة محمد الملة محمد الملا ما لعب لا بس يعني خربط هذا قول لي شو والله ماني ما يعرف والله نسيت ما يعرف لا والله ما حد يعرف. طيب هذا فزورتنا اليوم عرفته تقول عاد فلاح دبشه فلاح دبشه. طيب هذا سؤالنا اليوم وفزورتنا اليوم مره اخرى شكرا للاخوان في كاسكو شكرا للاخوان ايضا في هايجين على الهدايا اللي وصلتنا اليوم شكرا لبيرين ايضا اسم جديد ينضم لنا في الاستديو مشكورين لإخوان بيرين طبعا بيرين يعرفونه ربع مبارك الدوسري اسم بيرين يعرفونه تمام المعرفة
وكل يوم راح اذكر فيه. انا اشكر اخوي فهد البكر لان كل يوم راح اذكر مبارك الدوسري ان شاء الله يكون ويانا في حلقاتنا القادمه. تعرفون وضع كورونا فهالوقت يعني خايف المصورين يكونون معاه في الاستديو او في البيت فنعذره، مع ان العذر مو مقبول بس ادري ان السبب طبعا لان الهلال مو موجود في بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين، فخايف انه يعني نحره ونتشمت في الهلاليه وربع مبارك. فمبارك كحل عيونك ببيرين واسم بيرين ما بيرين ما ما خفيف وسلس يا سلام وسرزح مساعة تصفق وتصفق والله ما لهم الهلالين فيك والله والله كيف اصفق بالحق. انا مشكورين يا احمد العلي ويا هاشم الرفاعي على قراراتكم المنصفه اليوم، والله يعطيكم العافيه. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه وينرز العالميه معقمات هاجيم يا الترا، شكر لاطياب المرشود، الشكر لمركز عبد الله تقي للاغمشه، الشكر لك نظارات كيفان، شكر لشركة الأنظمة الأوروبية، شكر لشركة غرب الخليج العقارية، شكر لدير اندير، شكر لمعرض بريمير سبورت كلاجي فوزيس في الكويت، والشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. نذكركم اليوم إن شاء الله قرعة الشامبيونز ليج دور الثمانية، وإن شاء الله نشوف مواجهة بين الريال والسيتي عشان يعني عشان واحد منهم يطيح، لا عشان الريال يطيح ونفتك من الأسبان كلهم من الشامبيونز ليج ان شاء الله في دور الاربعه. ولا فريق ايطالي ايضا وذونا الطليان بعد حط ايش حق تسوي البطوله حط اللي تبي لا لا ولا ما هو ما في فريق ايطالي فازوا توتنهام لا طاحوا طقوا ما تبي مانشستر ما تبي مورينيو مذلنا سالم اي فين سالم اي فين بيضه بسوت له ازمه اي فين بيضه مانشستر وريال ما تبيهم اي فين البيضة اي فين البيضة سويت له ازمه انا ابو علي قاعد يقول سوشيال مدرب انا قاعد اقول لا 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 مانشستر سيتي يقول لك لا انا قاعد اقول ان شاء الله ريال يطيح مع مانشستر وسالم اي عشان يأدب وسالم اي فين البيضة سويت له ازمه اي فين لا عشان يأدب الريال بس انا امنيتي السيتي ياخذ البطوله ان شاء الله دعوات مستحيل ان شاء الله اول مره تقول تو طالع شكو تاريخ مانشستر تاريخ افضل حدك شوف افضل نادي واكبر نادي في مشجع مشجع على مستوى العالم حدك الدوري الاوروبي حدك الدوري الاوروبي مش حالك كل جواد الكبوه مش حالك بالدوري الاوروبي كل جواد الكبوه نلقاكم ان شاء الله باكر مع السلامه